أحبتي في الله، الثلاثة الذين خلفوا قعدوا في المدينة، ورجل صلى الله عليه وسلم مع الجيش لرد تجمعات للروم وأذنابهم تتحضر لغزو المدينة. فكانت يعني اسمها الخطوة الاستباقية بمصطلحات الحروب المعاصرة، حرب استباقية تسمى. ثلاثة الذين خلفوا ماذا فعلوا؟ راحوا سكروا ولا خمروا ولا زنوا ولا قعدوا ليل نهار ما بين صلاة وقرآن ودموع وسجود ودعاء وندم عما فعلوا عن تخلفهم. يعني لم يفعلوا معصية، كانوا في طاعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في طيبة، ولم يغني عنهم. ولولا أن الله تاب عليهم لهلكوا، ولم يتب عليهم إلا بعد 50 يوم من مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أتدركون كم من الفرائض، فرائض الوقت مضيع الآن؟ شايفين ايش قد الأمة مضيعة؟ قلت مرة لإخوة في مكة المكرمة، قلت انظروا إلى هؤلاء الحجيج يطوفون بالبيت ويدعون، كلهم يستغفرون الله من الذنوب الفردية. عم تشوفوا حدا عم يستغفر الله من الذنوب الجماعية؟ في ذنوب للأمة، ذنوب جماعية، منها الصمت والسكوت عما يجري في بلاد المسلمين، عما يجري في فلسطين، عما يجري في العراق، عما يجري في كثير من أراضي الجراح. صمتهم، ذلهم، قبولهم بالعار، هذا ذنب، ذنب، ذنب. ما أحد عم يستغفر منه، بل ما أحد عم يشعر أنه ذنب. الله جل أهلك بني إسرائيل وعلل هذا الإهلاك بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يقول الفرم عنهم، يقول كان أحدهم يذنب الذنب تماما فيجانسونه ويؤاكلونه ويشاربونه، فغضب الله عليهم جميعا. يعصي ربه، ثم ذول يدللوا يكرموا ويصدروا، هلين أبو فلان وهلين فلان مشان ماله أو مشان جاهه أو مشان، عرفت كيف؟ ما في قضية نصح، ما في قضية إنكار، ما في قضية غضب لله. هذه كلها ذنوب جماعية تقع الأمة بها. الأيتام الضائعون، الأرامل الثكالة، المشردون في الشوارع، المنكوبون من الأمة، من لهم؟ وأموال الأغنياء والأثرياء والأمراء من المسلمين كلها في بنوك سويسرا وبنوك أمريكا وبريطانيا، وتنفق إما على حدائق الحيوان هبات، وإما تعطى أعطيات لمسابقات ملكات جمال، أو لرعاية برامج تلفزيونية عالمية تتحدث عن الخلاعة والفجور. هؤلاء المنكوبون من سيسأل عنهم؟ فريضة الوقت، فريضة الوقت. ملايين تموت في أفريقيا، أفريقيا المسلمة، ملايين تموت جوعا، ملايين تموت في الصومال، بل لا نبتعد. البارحة 5 أطفال في منطقة صينية في العراق المحاصرة يموتون من الجوع، مو بالرصاص، جوعا. مات أبناؤنا في العراق جوعا، لا يجدون حليبا، لا يجدون لقمة خبز، والأمة غارقة في ترفها وزخرفها وملذاتها. أوليس هذا ذنب عام سيسألون الله عز وجل عنه، سيسأل الأمة بمجموعها عنه؟ هذه فريضة وقت. لا يجدين كثرة أذكار وتسبيحات وقرآن وحفاظ، وهذا كله مطلوب في جانب مع أداء فريضة الوقت، فيكون خير على خير. أما أن نضيع ثم نبرر، نمزق ونرقع، لا يقبل هنا التمزيق والترقيع. نمزق أو نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه.